أخبار غريبة وسريعة. بايدن في الحلالة، بايدن في الباي باي، بايدن الفرامل بتاعته ثابت خالص وماشي في الهواء وركب البسكليتة ومفاش فرامل وفتح الرابع ركب الناجة وشرخ راح في حتة تانية. بايدن صلي على الحبيب. الكوكب كامل يا ولاد ملوش كلام ولا حوار ولا أي حدوتة في أي حتة، في الجرايد، في سي إن إن، فوكس نيوز، رويترز، كل شيء، البيت الأبيض، الكونجرس الأمريكي، العيال اللي لما تلعب سيجا، العيال بيلعب استغماية في الصعيد، كل شيء بيتكلم على بايدن. شفت بايدن النهاردة إيه عمل إيه؟ ده بايدن النهاردة كان بيكلم الهوا. شفت بايدن النهاردة بايدن عمل إيه؟ ده بايدن استقبل زيلينسكي وهو بيقدم، قال نقدم لكم رئيس أوكرانيا البطل الرئيس بوتين، قدم زيلينسكي على ان هو بوتين. شفتش بايدن النهارده ماله يا عم؟ ده طلع في المناظره مع ترامب وخد علقه ما احكيلكش عليه، كان عامل زي الاعمى في المولد، الاطرش في الزفه. شفت بايدن النهارده ايه يا عم الحاج؟ بايدن كان في بتاعه حلف الناتو، جورجيا ميلوني واقفه تبص في الساعه وهو اتاخر وبتاع. شفت بايدن النهارده؟ كل العالم كامل، العالم كله دلوقتي ما عندوش سيره وحدوته غير بايدن. حصل ايه يا معلم؟ بعد طبعا الفضيحه ام جلاجل دياتي، خدت بالك؟ وبعد العيال ما ماشيه وراه وتقول له يرضيك يا بايدن، لا 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 لا، عشان ابن بايدن ابنك ضربني بالسفنديه. 20 واحد اعضاء في الحزب الديمقراطي كتبوا رساله لبايدن وقول يا بايدن الله يخليك، الله يخليك يا حاج بايدن، انت راجل المفروض تعمل عمره وتستريح وتقعد في البيت ونجيب لك شايك وقهوتك وبتاع ونجيب لك دكه كده وتقعد قدام الكنبه وارتاح يا عم الحاج، خلاص انت راجل الوقت عديت 80 سنه وانت فيصت خالص. فقالوا له نرجوك، 20 واحد من الحزب الديمقراطي قالوا له نرجوك يا بايدن ان انت تنسحب، لان ترامب زي ما انا حكيت له قبل كده قلت له بايدن تعالى بسياسه، ترامب في توت سياسه، فالمرحلة اللي جاية دي عايزة واحد في التوة سياسية في ظل تصاعد روسيا والصين وكوريا الشمالية. فالأمريكان عايزين واحد في التوة سياسة مش تعلب سياسة، لأن تعلب سياسة دي كانت في مرحلة السبعينات والثمانينات والتسعينات أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا. فأقول الله يخليك ارتاح حاج بايدن، ارتاح حبيبي، حتى خلاص راجل كبرت واتجوزت وطهرناك والدنيا زي الفل، خلاص استريح بقى من الموضوع خلص. بايدن راسه 30 ايه صرمه قديمه، قال لك على الطلاق، ما على الطلاق من جيل ديات اللي قدام، انا اتاري الحدوته بجيل جيل مراته. قالت له ايه؟ قالت له شوف لو انت نزلت عن الرئاسه وتنحيت لن تجوزي ولا اعرفك وهلم خلاجات واروح عند بيت ابويا ومش هتعرف، مش هتعرف تجيبني تاني حتى لو جبت العمده بتاع الكوكب كامل. فالست قرشانه مش سهله يعني، قالت له حطت العقده في المسمار وطبعا في المنشار، مرضيش بايدن الخلاصة، مرضيش، قال لك أنا هخوض السباق الانتخابي ضد مين؟ ضد ترامب. طيب خسر بايدن 90 مليون دولار، المانحين اللي بيمنحوا الحملات الانتخابية الفلوس تنازلوا أو تراجعوا، كانوا هيدفعوا 90 مليون دولار لحملة بايدن، قال لك لا خلاص احنا مش هندفع، ليه؟ احنا مش هنراهن على حصان خاسر أو على بايدن خاسر، مش ممكن احنا نراهن على الموضوع ده. فالكوكب كامل يا اولاد دلوقتي ملوش حدوته غير بايدن. يعني قال لك في حاله دخول طبعا المناظره، شفت المناظره؟ يعني عرفت المناظره انت لما تمسك حرامي جزم في الجامع وكل الجامع اللي طالع من الجامع هو طالع، شوف الحرامي الجزم مثلا الناس طالعه في الجامع عم تصلي والله اكبر وبتاع مش عارف ايه والتقوى اول ما يشوف حرامي الجزم كل شيء عايز يضرب فيه ونسي موضوع الصلاه والسجود والكلام ده كله. فهو كده المناظره كانت كده بتاعت بايدن وبتاعت ترامب. ف قالوا لو دخل هم الحدوته مش في بايدن يا ولاد، الحدوته في الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي لازم المرشح بتاعه يكون قوي. فقولوا اطلع انت وخلي الست اللي هي ايه النائب بتاعك تدخل قصاد حتى اوباما الرئيس السابق وبيل كلينتون الرئيس السابق، هما الاثنين بيطالبوا بايدن بالانسحاب. فالحدوته يعني عارف انت دخلت في العبيط. فانا عايزك تكتب لي رايك في التعليقات، هل ممكن بايدن ينسحب ويلم خلاجاته ويروح يقعد في الغيط، ولا هل لازم حلف طلاقين بالثلاثه وجيل حلفت عليه لا تسيب البيت وتمشي انه لازم يدخل قصاد بايدن؟ فانا عايزك تكتب لي رايك، هل بايدن هيكمل في السباق الانتخابي؟ ولو كمل مين اللي هيفوز؟ يا ترى ترامب ولا ترامب؟ اكتب لنا رايك في التعليقات وشكرا.